بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالورد والورد عطرنا نستقبلكم، بالود والود منهجنا نرسم على محيانا ابتسامة الترحاب والمحبة من أجلكم. بالعزة والعزة جوهرنا ننهل من العلم، والعلم هو غايتنا. مصافحة جديدة نبدأها اليوم معكم على بركة الله، آملين أن نكون خفيفي ظل إن شاء الله. أود في البداية أن أوجه تحية شكر وإجلال لكل القائمين على المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب على كل البرامج التدريبية التي هم بصدد تقديمها في إطار الترشح للقب معلم مجدد خبير لسنة 2023، وأخص بالذكر الخبير محمد زراوي، الخبيرة سلوى زريبي، الخبيرة سونيا سعيدي، المدربة بسمة الكابسي، منيرة الهاتفي، ومحادثتكم أنس الذهبي. كما أحيي كل المدربين الذين التحقوا بنا من تونس ومن مختلف الدول العربية والأجنبية. الشكر موصول أيضاً لمتابعينا الأوفياء على ثقتهم والتزامهم وتشجيعهم المتواصل، آملين جميعاً أن يكلل عملهم إن شاء الله بالنجاح والتميز. أما الآن اسمحوا لي أن أقدم تحية خاصة من نبض الوطن العربي تونس إلى أم الدنيا مصر الشقيقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا العزيزة والمميزة والمتألقة على الدوام والراقية السيدة والخبيرة أمنية إسماعيل. مرحبا بك سيدتي بيننا، حللت أهلا ونزلت سهلا. أهلا وسهلا بحضراتكم، ومتشكرة جدا على الدعوة الكريمة، وشرف لي أن أنا أكون معاكم النهاردة. شرف لينا طبعا. السيدة أمنية إسماعيل طبعا هي غنية على التعريف، مايكروسوفت فولو اند ترينر، كو سبيسز اي دي يو امباسادور. هي اختارت اني اقدمها بالزوز عناوين ولا زوز القاب هذه، اما نعرفه كلنا اللي هي ما شاء الله السي في نتاعها يعني اقوى من هكا برشا. تشرفنا بحضورك، ان شاء الله مش تكون معنا اليوم حصه خفيفه تظل. ساستهل اللقاء معكم لتقديم التطبيق Co-Spaces EDU. قبل ذلك أود أن أرحب بالحاضرين وأتعرف عليهم كل باسمه ولقبه وبلده. إذن إذا ممكن تلتحقوا بالتطبيق classpoint.app وتكتبوا الكود class اللي موجود على الشاشة. سلوى ظاهر الكود على الشاشة؟ نعم أنس، موجود وظهر 40175 وسأكتبه على الشات. شكرا. إذن نرجو من الجميع الالتحاق لكي نتعرف على الحاضرين معنا هذه الليلة. مرحبا. التحقوا زوز مشاركين لحد الآن. قداش عنا في التيمز أستاذة سلوى؟ قداش من مشارك في تيمز؟ عنا 12 مشارك. 12 مشارك، يلا. أربع مشاركين التحقوا الآن. سأعيد كتابة الكود على إذا تستطيعون الالتحاق بالتمرين هذا هو عن طريق classpoint.app وكتابة الكود class 40175، والمطلوب هو كتابة الاسم والبلد طبعا
أنتظر التحاق المجموعة ثم أبعث لكم بداية التمرين. العدد في تزايد. بيسكروني ما نجمتش نكتب عليها الكلاس بوينت. أمس ظهر لي يزمك حرير الشريحة. عنا 6 مشاركين فقط. طيب مش مشكلة. التمرين ظاهر قدامكم؟ نعم. مرحبا أستاذة عليا، أستاذة ريم. طبعا في القسم مزوز مشاركين فقط. أستاذة سلوى، أستاذة إيناس، أستاذة عبير، أستاذة هويدة، سلطنة عمان. مرحبا أستاذة عليا، تشرفنا. أستاذة إيناس تراد من تونس، العدد في تزايد. يلا بقية المشاركين. شكرا. عفوا. أمس نبيلة خيلي قالت لم أستطع الكتابة. الشريحة مفتوحة. الشريحة مفتوحة. نعم. سأعيد. يعني هي ما نجمش تكتب اسمها. عنا 9 مشاركين في القسم و9 مشاركات يعني على ال responses يعني. أستاذة نبيلة خيلي مرحبا، هل هناك من يريد المشاركة؟ قداش عنا في التيمز مدام سلوى؟ 13. إذن 3 دقائق هو وقت كافي لنمر إلى المحتوى الحصة. إذن نشكركم على المشاركة ورحبوا بكم من جديد. السؤال الموالي على نفس القسم على نفس الكود، هل استعملت Codespaces EDU؟ السؤال التقى؟ لا. إذن السؤال سيكون الإجابة بليس أو نو أو أنشور، يعني بثلاثة احتمالات.
جميل، يعني في مشاركين عندهم فكرة على تطبيقها، وفي مشاركين أول مرة حيكتشفوها إن شاء الله. جميل. سنمر. إذن سأقوم بتقديم Co-Spaces EDU، كيفية معناها الولوج إلى الويب سايت، الإمكانيات التي يقدمها البرنامج، كيفية التحصل على لقب أمباسادر في Co-Spaces EDU، ما هي الأجهزة التي يمكن استعمالها لنتمكن من الحصول على التطبيق، المميزات لهذه التطبيق. وستتفضل المدربة والخبيرة المتميزة الأستاذة أمنية إسماعيل بتقديم شرح تطبيقي لكيفية صناعة لعبة VR باستعمال Co-Spaces EDU. إذن ما هو برنامج Co-Spaces EDU؟ هو تطبيق إنشاء سهل يمكن للطلاب من كل المستويات، مهما كانت المادة المدرسية التي يستعملونها، يمكنهم توظيف Co-Spaces EDU في هذه المادة. إذن المراحل عموما لاستعمال Co-Spaces EDU هي بناء إبداعات ثلاثية الأبعاد بكل سهولة طبعا، ثم برمجتها باستعمال الكتل. السلام عليكم. الكلوبس. نعم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت حضرتك، تفضلي. أنا الشات مش مفعل عندي. هو مفتوح الشات مفروض. اللي مش مفعل. لا، موجود الشات. طيب كمل. أنا مش مفعل عندي. أنت يمكن على عشان الدومين مختلف يعني. تمام، شكرا لحضرتك. أحاول أشوف الـ option. أنا فاتحة الـ chat والشير والكل يعني. أستاذة أمنية، الشات مفتوح عندك أو لا؟ أستاذة أمنية؟ مفتوح عندي. هناك طيب هناك من كتب، هناك من مصر ومن كتب على الشات يعني. طيب يعني طب ممتاز. انا ممكن طيب اخرج تاني واحط ايميل تاني ولا ايه؟ احل المشكله ازاي؟ انت الاستاذه هويده هناء. اذا هناء. طيب استاذه هناء، ممكن ترفعي هنا سليمان بخيت. ايوه اوكي دلوقتي برضو مفيش. اها، حتى في الخيارات عندي الدردشه مقفوله، مفيش غير الاشخاص المفتوحه والمشاركه، لا والمشاهدات، الاشخاص والمشاهدات. انت داخله بالاكونت، بسكول اكونت ولا بالبرايفت اكونت؟ لا انا داخله بالبرايفت، لكن ما داخلاش في السكول. هجرب طيب تاني وادخل بالايميل بتاع السكول. اي لو سمحت، يمكن ايوه. تمام حاضر، شكرا. طيب هشير الشاشه مره تانية. احنا كنا ابتدينا في تقديم كيفية لماذا وكيف نستعمل برنامج EDU، تعريف Co-Spaces EDU. اذا كنا قلنا هو يمكن تطبيقه في اي مادة مدرسية لكل الطلاب في كل الدرجات، يستطيعون القيام بإبداع ثلاثية تقديم إبداعاتهم ثلاثية الأبعاد بسهولة، وبرمجتهم باستعمال البلوكس يعني الكتل، ثم اكتشاف إبداعاتهم وابتكاراتهم في الواقع الافتراضي والواقع المعزز. رجاء إغلاق المايك عشان الشرح يكون واضح. طب إيه حلها؟ طيب إيش حل ليها؟ طيب
لو في سؤال ولا أي حاجة يمكن نتواصل بصفة مباشرة، تفتحي المايك، وإلا إذا في أي معناها رابط أو كده يمكن ننزل الرابط بتاع واتساب، تكوني معانا هناك. تمام إن شاء الله، أنا معك إن شاء الله. شكرا، مرحبا، ماشي، شكرا، الله يخليكي. نواصل. ماذا يمكن أن نقوم بصناعة في كوسبيسيس إيديو؟ يمكن يعني صناعة قصص، معارض افتراضية، جولات 360 درجة، ألعاب أو محاكاة. هنا حنشوف أمثلة، يعني بتشوفوا هذا يمكن صناعته بالكوسبيسيس إيديو. هذا مثال تاني، بتشوفوا إنه التصميم اللي وقع إنشاؤه على كوسبيسيس إيديو يمكن إسقاطه على الواقع، يعني بنشوف الـ virtuality in the reality. هنشوف كيفية استعمال الميرج كيوب. هذه الـ VR virtual reality باستعمال أوكولوس، وفي العديد من الأجهزة المخصصة للـ VR، هنكتشفها بعد شوية. الآن في أي مجال يمكن استعمال أو تطبيق Co-Spaces EDU؟ هنا يمكن تكييفه في كل المجالات. الأمثلة الموجودة في Co-Spaces EDU مع بعض هنشوفها على الويب سايت، هي مقسمة لأربع محاور أو دومين يعني عامين، اللي هما Social Sciences, STEM and Coding, Maker Spaces and Art, Languages and Literature. الأجهزة التي يمكن استعمالها في الـ VR، في أجهزة معينة، يعني طبعا الـ VR هو مجال كبير جدا، في أجهزة مختلفة. بالنسبة لـ Co-Spaces EDU هذه الأجهزة هي التي يمكن استعمالها لمعالجة الـ Virtual Reality. عندنا Daydream, Mobile VR Goggles, Samsung Gear VR, Oculus Geo and Class VR. بالنسبة لـ Augmented Reality، يعني هنا عندنا حاجتين، الـ VR والـ AR، Virtual Reality، Augmented Reality. الـ Augmented Reality يمكن معالجتها عن طريق الميرج كيوب، بتسميها Augmented Reality أو الواقع المعزز، يعني كيفية إسقاط الإبداع الثلاثي الأبعاد على الواقع الذي نعيشه باستعمال الميرج كيوب. وبالطبع لمشاهدة هذا الواقع المعزز يجب استعمال compatible tablet devices or smartphone compatible AR devices، يعني في تابلت أو smartphones يسمحوا إن نستعمل الـ AR وفي اللي لا. يعني إذا كان نحب إن نستعمل الـ Co-Spaces EDU ونتمتع بكل المميزات اللي يقدمها، المفروض إن نثبت إنه عنا الجهاز الكومباتيبل مع الـ AR. الآن كيف يمكن أن تصبح سفير لدى Co-Spaces؟ في Co-Spaces في ثلاثة ألقاب، نينجا، روك ستار، و جورو. كورو أو جورو مسز أمنيا؟ كورو، جورو. جورو بأي لغة؟ جورو سنجي إنجليش، الجي مش باينة. إذن كيف أصبح في الـ Co-Space Ambassadors؟ ده شخص بيعمل lesson plans، بيعمل tutorials،
فهو ده اها اكتر حد بيبقى عنده اكتر number of seats. هو الفرق بينهم ال objective كل واحد هيعمل ايه بالظبط، و اها number of seats اللي هي license بتتفتح له. واضح، شكرا. إذا للترشح للقب Co-Spaces EDU Ambassador يمكنكم تقديم ملفكم يا إما في January يعني جانفي أو أول السنة يعني كل 6 أشهر، و جولاي يعني جويليا بالتونسي، جويليا بالفرنسي يعني لهنا اللغات حتى اللهجة العربية تفرق، يوليو. كل 6 أشهر. يوليو يوليو بالنسبة لمصر يوليو، أيوة شكرا. يعني كل 6 أشهر في إمكانية الترشح للقب Co-Spaces EDU Ambassador، بالطبع في شروط معينة للترشح. هنزل بعد شوية الرابط اللي بتشوفوه هنا اللي هو البي دي اف الخاص بالبرنامج المخصص للترشح للقب Co-Spaces EDU Ambassador، والرابط هذا هو الخاص بطباعة الميرج كيوب بيبر فيرجن، يعني ماهوش الأوريجينال، هو مش الأوريجينال فيرجن، بس يمكن طباعته على ورق عادي واستعماله لتسهيل طبعا وتوفير إمكانية بسيطة وقريبة لكل المربين. آخر سلايد هنا هو الكود تريال 30 day pro trial with 100 seats. تستطيعوا أن تأخذوا الكود هذا بعد شوية، حنوريكم طريقة التفعيل بتاع الكود. بالطبع أستاذة أمنية حتعطينا الكود بتاعها، وكده يمكن يكون عندهم 2 أشهر 2 أشهر. أستاذة أمنية، هو ساعات بيوافق على كود واحد، وفي ناس وافق عليهم على أكتر من كود. فعلا أنا جربت الحاجة دي على نفس الأكاونت، يمكن ما يقبل كود واحد بس، يعني نضطر إن نستعمل إيميل تاني أو أكاونت تاني عشان نفعل الكود التاني. المهم إن نقدر نصنع حاجات ونتعلم، يعني هذا هو هذا الهدف. دونك إذا ممكن تاخذوا الكود وبعد شوية هكتبهم لكم في الشات. لو تسمحي أستاذة أمنية، مش هدخل على الويب سايت بسرعة، حوريهم كيفية الدخول اتفضل. إلى قسم مع الكو سبيس، تطبيقة صغيرة. هندخل مع بعض على الكو سبيس في قسم كلاس يعني، وبعدين حديكي المجال للتدخل إن شاء الله. طيب هذا الـ Co-Spaces EDU website، هشير معكم في الشات إذا تحبوا تتابعوا معايا بصفة مباشرة. طيب هذا هو الـ Co-Spaces EDU website، بالطبع فيه كثير من الأوبشنز، key features, pricing, resources, supports, support, ambassadors, gallery, login, register. بالطبع احنا أول ما نستعمل الويب سايت هنعمل register، إذا عنا account already نستعمل login. احنا دلوقتي هنروح لـ register لنشوف هنشوف ازاي يمكن صناعة اكاونت في Co-Spaces EDU. هنا يمكن عنا 2 امكانيات، يمكن عمل اكاونت as a student يعني كتلميذ، او as a teacher كمربي يعني. بالطبع انا حدعوكم النهاردة انكم تستعملوا الاوبشن student عشان تتمكنوا انكم تدخلوا للكلاس عندي، باش نعملوا تطبيقة صغيرة مع بعضنا بطريقة مباشرة. هرجع لللوجين. طبعا اللوجين يعطيك إمكانية الدخول يا إما with Apple account, Google account, Microsoft account, or sign in with login code، وإلا
username and or email. So I'm gonna sign in with a Microsoft account. Please, as a teacher or just to as a student, but لو سمحتوا استنوا عليا شوية، عايزة أوريكم إزاي أصنع كلاس وإزاي يمكن أني أضيفكم للكلاس بعدها يعني اللي... مش تدخل as a student تطلب عليه الكود بتاع لونسينيوم. طبعا طبعا أنا عايزة أصنع كلاس دلوقتي، يعني سأقوم بصناعة قسم، إنشاء قسم خاص بالحصة اليوم بكم أنتم يعني، وبعد ناخذ الكود من عندك وندخلوا به معناها. طبعا 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 على المباشر طبعا طبعا تستطيعون ان تلاحظوا انه الاكونت هذا برو، بما انه انا امباسادر في كوسبيسيس اي دي يو، يعني عندي الاكسي للكوسبيسيس اي دي يو از امباسادر. في الاكونت نستطيع ان نجد جاليري. جاليري هي مجموعة إنشاءات 3D قام بها أساتذة ومربين من العالم في مجالات مختلفة: Science and Programming, Science Social, etc. Language Literature. كنا شفناها بكري شوية. يمكن إنشاء أقسام، يعني يا إما صناعة أقسام أو المشاركة في أقسام. إنشاء Co-Spaces، وهذا طبعاً Co-Spaces اللي أنا كنت أنشأتهم، هوريكم بعض الأمثلة بسرعة. هذا كنت أنشأته في خلال شهر رمضان. عبارة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. هذا كان مثال أول. مثال ثاني كنت قدمته عند ترشح للقب Spaces EDU Ambassador. الفكرة هي التعريف بالمختلف المدن التونسية. مثال آخر هو كنت عملناه مع التلاميذ في إطار مشروع أو برنامج International School Award من British Council. الموضوع كان على STEM for Girls، وبالطبع الكوسبيس اللي حتشوفوه هو من إنشاء تلاميذي. الفكرة هي كانت تقديم شخصيات نساء
كانوا فاعلين في المجال STEM. 6 topic woman STEM woman in the Arab world. هنا الكون سبيس مازال ما أظهرش كل الشخصيات، هو بصدد التفعيل. طيب نشوفوا توحيدة بن الشيخ اللي هي كانت أول دكتورة في تونس. مش الصوت مش باين، بس هي تلميذة بتفسر بتشرح توحيدة بن الشيخ، يعني والإنجاز المميز أني تكون أول تونسية في التاريخ طبيبة متحصلة على شهادة الطب. وبالطبع في شخصيات أخرى عربية. Amy est une mathématicienne allemande spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique. طيب آخر كوسبيس حوريه لكم. طبعا الأفكار هي لا متناهية، هو برنامج إبداعي بامتياز، يعني الأفكار اللي تنجموا تقوموا بإنجازها في البرنامج هذايا حاجات خارقة للعادة. يمكن أن تكون قصص كما شفنا في التقديم، يمكن أن تكون معارض. هذه كوسبيس على الأغنية التونسية. العديد من الأغنيات طبعا التونسية. طيب الآن هقوم بإنشاء قسم خاص بالحلقة هذه. Special class. وهذا الكود، رجاء تاخذوا الكود تنسخوه، أنا ححطه عندكم في الشات. شكراً لتعليقكم الجميلة. إذن هذا هو كود القسم، وأنا حدخل معكم كتلميذة من private page أو web browser آخر. هفتح web browser آخر أظن. أوبرا. Okay. Okay.
طبعا انتم حتنقروا على student as student، وحتحطوا الكود، وحيطلب منكم طبعا انكم تحطوا يوزر نيم مش هذا مش هذا نجم اللينك avec le مش compte. هذا، لا ما تنجمش تدخل على القسم كل الوقت. لحظات، yes this one. Okay, EDU. Yes, so register as a student. Okay, هو الأوبرا بالفرنساوي، معلش. هنا حيطلب منك الكود، يعني هو الكود اللي كنا شفناه. لأ مش صحيح، أيوه هو ده. خلاص أنتم معايا في المرحلة دي؟ أيوه ولا لأ؟ افتحوا المايك، احنا مش كتير أظن. احنا قد إيه سلوى؟ يس 18 ما شاء الله. في نفس المستوى معك مدام أمس. هي بيرفكت، يلا نعمل continue. وهنا يطلب مني الناون، النون يعني يوزر نيم والمود باس، يعني يعني كلمة السر. تقدروا تحطوا أساميكم أو اسم يعني فيه معاه نمبر ولا حاجة، عشان الأسامي بتكون مستعملة. يعني إذا كان مثلا هحط أنس، هيقول لي نو اتيليزاتور اليوزر نيم، هيكون موجود يعني استعملناه مستعمل قبل كده، فاهمين؟ يعني هحط مثلا 1 2 3، لا 8 نمبر 8 كاركتر، contain both number mod pass at the O and at what at 5 6 6. All right. يعني اليوزر نيم هو أنس 1 2 3 4 بالنسبة ليا، والمود باس هو O and 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. وحامل create my account، يعني create account. خلاص رجاء انتبهوا انكم تكتبوا عندكم اليوزر نيم والمود باس، يعني واللي دخل بالكونت جوجل. انا في ساعة قرست على جوجل. اي ارجع لللينك بتاع كوسبيس اللي موجود في الشات، وادخل بالساين ان ريجستر، يعني اعمل ريجستر از ستودنت. اوكي يعني cospaces.eu.edu لازم الاوبشن بتاع ستودنت عشان تكوني جزء من القسم، يعني عضو في القسم يعني. اي دخلت از ستودنت تو. انا دخلت هو ديجا، انا دخلت انه رجواند دون كلاس نتاعك باسمك انت. اوكي تري بيان. اوكي انا هنا معاكم على اساس اني تلميذه في الواجهه دي، انا تلميذه، حنقر على رجواند اون كلاس اللي هي special class. اوكي زي ما تشوفوا هنا ما فيش exercises، يعني ما فيش شغل حنعمله مع بعضينا، يعني ما فيش ولا حاجة. يعني الترجمة هنا مش موجودة. هرجع للواجهة بتاعت الأستاذ، يعني بتاعت الorganizer. هنا أنا في القسم، يمكن أن أضيف تمرين، أضيف تلاميذ، أضيف أساتذة وفورمر ستودنت، يمكن أضيفهم أيضا.
يعني هنا هعمل كري اكزرسيس الاكزرسيس هختار عندي أربع اختيارات environnement 3D يعني 3D environment ولا 360 degree image or image cube or a tower beta. أنا هختار environment 3D autorisé à utiliser non titre exercice example just welcome just التمرين حيكون إنه حنكتب تكست تحية في الكوسبيس اللي حنعمله مع بعض، يعني حيكون الرجاء العربي كتابة تحية ولا كتابة كلمة للتحية. continue. هذا اللي يعني التمرين شو اللي مطلوب منا، يعني المطلوب إن نكتبوا كلمة تحية في الكوسبيس. هذا هو. يمكن إنه التمرين أخصصه لجروب of students، يعني حيشتغلوا على نفس الكوسبيس، وإلا كل تلميذ حيكون في كوسبيس وحده. أنا هشتغل على جروب. هايل، عندي تلميذتي عبير، تلميذتي هويدة موجودة، مرحبا. يعني وأنا كتلميذة أيضا هأضيفكم لنفس الجروب عشان تكونوا معايا في نفس الجروب في نفس التمرين. لا طبعا، يمكن هنا صناعة أكثر من جروب، ما يمكن يكون عندي أكثر من جروب، ويمكن الاكتفاء بجروب واحد، وأنا هذا بالنسبة للتمرين هذا يكفيني جروب واحد عشان نكون مع بعض. بالطبع المشاركين في الحصة يمكنهم الالتحاق بالتمرين معناها في الأثناء. يونس لو سمحتي تفضل. خلي ندخل للريجستريت، يخرجني طول الجوجل بلاي. اي سكرها جوجل بلاي، سكرها الفنان. انا بقول لك غير الريجستريت ما بخلو. انا بكري كيف عملت ريجستر يعطيك يا اما مش تعمل الانسكريبسيون يعني تسجيل، يا اما بالمايكروسوفت ولا جوجل، والا از ستودنت تختار يوزر نيم، تختار. هذا هو دخلت ستودنت. انت دخلت ستودنت ولا كيفاش دخلت؟ ولا دخلت بالمايكروسوفت اكاونت ولا بالجوجل اكاونت؟ عنيش اصلا اكاونت باش نسجل. كيف عملت ريجستر ما طلعت لكش ستودنت وتيتشر؟ ابدا والله ماشي. لا هدخل من ويب براوزر اخر. معلش كود كلاس كلاس كود بالله مدام انس موجود على الشات، موجود على الشات، نعاود نقراه لكم ونعاود نعمله كوبي باست. Q K O هو نفسه الكود اللي كنا به من بكري. انا تو دخلت رجواندر اون كلاس. اها لقيت روحك في القسم ولا طلب علي كود كلاس ندخل بالكود هذاك. الكود هذاك ايوه. به ماشي. مرحبا بالله. استاذه انس سامحيني انا مبروكه. تفضل. انا كتب لي سيت كلاس ne peut pas être rejoindre pour le moment car ton enseignant n'a pas plus de place disponible. لو تسمحي لي حجاوب على الاخ اللي كان معانا في البدايه. وبعدين هنشوف المشكلة معك. يعني أستاذ أنت عملت ريجستر؟ هو كان الأخ
اسم الأخ اللي كان معنا يمكن رفع اليد لتسهيل العملية، الرجاء. علي علي، أهلا علي، أهلا أستاذ علي، مرحبا. أول ما نعمل ريجيستر يطلع لي الواجهة هذه، يعني student و teacher. موجود ولا لا؟ في البي سي، التليفون أبدا مش موجود. نورمالمون كيف كيف هكا ولا أستاذة أمنية؟ هو نفس الشيء يعني على البي سي أو على السمارت فون، it's the same. هو بيستخدم من على الموبايل البراوزر ولا الاب؟ انت بتشتغل على الابليكيشن والا على البراوزر في السمارت فون؟ يعني البراوزر، خاطر يمكن على السمارت فون يمكن تنزيل التطبيق، اصلا في تطبيق كو سبيسز اي دي يو ويمكن استعمالها ويكون التشغيل نتاعها افضل على الهاتف. هذاك علاش انت تعمل ريجستري يحولني تو للجوجل بلاي. اكزاكتومون، فوالا اكزاكتلي. يعني اذا كان انت على السمارت فون يعني اتس شور باش يهزك للبلاي ستور ويقول لك انستال يعني كو سبيس الابلكيشن. اوكي، يمكن ان تلتحق بنا، هي بتنزل بسرعه يعني، ما هي خفيفه الظل باذن الله. يعني هرجع هرجع للتمرين. يعني احنا في التمرين عندنا حد موديفي لي جروب، مازال ما التحقش بينا حد جديد، في انتظاركم. اذا عندنا المجموعه عبير، استاذة عبير واستاذة هويدا، ومعاكم انا في التلميذة. المطلوب هنا طبعا تقديم بسيط، انا مش حيكفينا الوقت عشان نوضح ونفسر الاوبشنز كلهم، حكون سريعة في التقديم. يعني هذا هو المساحة اللي حنشتغل عليها، 3D environment. يمكن أن يكون عندنا أكثر من سين، سيني يعني سين 1 سين 2، يعني حاجة تشبه للباوربوينت. يمكن إضافة أكثر من سين يعني، وهنا نجم يكون فكرة قصة فيها قداش من سين بتبيع. يمكن ترتيبهم وتنظيمهم ويكونوا كل واحدة بطريقة مختلفة. نجم نعمل نوفل سين، ونجم طبعا استطيع اني نعمل delights. اوكي، الاوبشن الثانية اللي مهمة هي الثري اوبشنز اللي موجودين هنا، library importer environnement، هو بالفرنسي هذايا، دونك library importer environnement، library importation ولا upload، و environment. اوكي، الانفايرمنت يعطيك الامكانيه انك تختار انك تكون بالليل، بلون مغاير، حاجه يعني نوستالجيك، هنا الجرين بلو، والا عادي ما فيش حتى ايفكت. نجم نستطيع اضافه الافي هذا اللي هو يعطيك البيوي، يعني هنا رين هنا سنو، هير از سنو، ريني ويندي. يعني يمكن استعمال الايفكت هذم او لا، ويمكن استعمال environments مختلفين. يعني يمكن نكون underwater، desert، okay. Green space، okay. You can choose، يعني يمكن تختاروا الانفايرمنت اللي تحبوا تشتغلوا فيه. انا هختار الانفايرمنت هذا، يعني like a dream، just like a dream. بالنسبه لل upload
يمكن إنه نعمل upload the images, models, video, sounds or different kind of of files. يمكن البحث عن files أو images من الويب مباشرة. يعني مثلا أو أحط flowers. Sorry. As an image. يعطيني إمكانية إني أضيف flowers مباشرة من الإنترنت. نجم تكون image, gif, collage gif. طبعا أنا مش هختار حاجة، يعني حاجات بسيطة. هركز على التكست، الأوبشن الوحيدة اللي هشتغل عليها في البارت بتاعي يعني هي التكست اللي نجدها في اللايبرري. طبعا في اللايبرري في الكثير من الأوبشنز اللي هما البرسوناج، يعني البرسونز اللي يمكن أضيفهم حسب الشغل. Historical, name, other. طبعا هي ليست طويلة، يمكن اختيار الشخصيات إذا كان يمكن نكون محتاجين لشخصية معينة. Animals. كل ما يخص البيت، أثاث وغيره. Nature. Transport. Object. اوكي طيب، هخلي لكم مجال انكم تكتشفوا الاوبشنز بعدين. هروح مباشره للتفعيل التكست، يعني عشان نكتب مسج ترحيبي او تكست ترحيبي. يمكن اختيار الموديل هذا او هذا او هذا، 3D or plan or زي ما تحب. اي اوبجكت هختاره زي ما تشوفوا يديني أربع حاجات options للتحكم في الأوبجكت اللي أنا حطيته هنا. هعمل delete, construire, text. أوكي الأوبشن هذه هي ال width والhight، يعني تكبير أو تصغير الجسم اللي هو يمكن يكون تكست أو يمكن أن يكون شخصية أو حيوان أو أوبجكت، أي نوع من الأوبجكت يعني. تكبير أو تصغير يمكن عن طريق الأوبشن هذه. إمكانية يعني تغيير الأوبشنز by clicking، يعني click here, click here, click here. أوبشنز مختلفين. لما أعوز أني أغير الدايمنشن، يعني على أوكي، لما أريد أنه أعمل روتيشن أستعمل الأوبشن هذه. الأوبشن هذه هي لتقديم أو تأخير التكست نزولا أو صعودا، يمين يسار، يعني لاختيار position معينة للأوبجكت اللي أنا بشتغل عليه. وطبعا هنا يمكن تنزيل أو يعني رفع أو تنزيل الأوبجكت. option أخرى في نفس الأوبجكت الأوبشن هي هنا هي زي ما تشوفوا السمك بتاع الجسم، الطول، العرض والارتفاع، على حسب إذا أنتم محتاجين أنكم تعملوا الأوبشن هذه. ببساطة أنا مش نعمل حاجة كبيرة ياسر، باش نسمح نفتح المجال للأستاذة أمنية. طبعا هغير التكست نعمل دبل كليك تكست، وش نكتب هنا؟ ويلكم
my students, for example. Oh, sorry. هذا هو التكست. طبعا التكست فيه اوبشن ثانيه اللي هو مع الماتيريالز الكالرز، يعني يمكن ان اغير الاوبشنز اللي موجوده. بالنسبه للي مشاركين في التمرين، رجاء حاولوا تعملوا نفس المراحل، تدخلوا على اللايبراري، الاوبشن تكست اللي موجوده هنا، تختاروا التكست هذا ولا هذا ولا هذا، مش مشكل، وتكتبوا اسمك ولا مسج حابوا نشوفوه بطريقة مباشرة. هل ممكن؟ أستاذة عبير، أستاذة هويدة، هل ممكن؟ رجاء التفاعل. ما فيش ملتحقين للجروب للكلاس، في زوز تلاميذ. أستاذة عبير، أستاذة هويدة، هل يمكن أنكم تدخلوا للتطبيق وتكتبوا تكست؟ نعم. نجمنيش ندخلوا أستاذة أنس، هذا الكلاس معبي. الكلاس معبي. هابو. بلاس أوكيبي 30. أوكي. أستاذة أنس. نعم أستاذة أنس، تفضل تفضلي. ما نجموش نعمل حتى شيء في الوحده. اوكي، حتى جو بو ريان شانجي، فهمت كيفاش؟ معناتها محطوط اللي انت عملته كهو، فهمت؟ في لي بوغي ما جو بو ريان توشي، معناتها فهمت؟ ما ان بروبليم جو سي با. هذا ستام ما نجمش نلغيه. هي لي بلاس اوكيبي 30 سور 30، يعني هما اللي سي تعباو الكل. باش نشوف بيست كلاس ستودنت غوتيغي سيت إليف. اوكي، بتيتر كنت تخرجي انت من ستودنت تقعد كاين معناتها واحد تيتشر، يمكن نجمو نحنا اون بو موديفي. عاش بي، يمكن هذيك هي السوليسيون الوحيده، وهما خاطر لي بلاس بالعدد، يعني اي فوالا، اي لي زيلاف بالعدد ولي بلاس بالعدد. بي اي جو في روتيري ستودنت. فوالا لي بلاس اوكوبي سا شونج با. برامات خاطر استعملت ياسر كو سبيس مع تلامذة، يمكنش سي بور سا اللي نو ريمي. طيب، يمكن أن نؤجل الأكتيفيتي هذه عشان نشوف المشكل في الأثناء. حفسح المجال للأستاذة أمنية أني تتسلم الميتينج. أمس هناك من يسأل عن تسجيل الحصة، سأنزل لكم رابط قناة المجموعة التونسية للتكنولوجيا والتربية والتدريب على الشات إن شاء الله، رابط القناة إن شاء الله. أستاذة أمنية. أيوة أنا بعمل شيء. ضيفتنا المبجلة، the floor is yours. أوكي، أنا بعمل share the screen. مرحبا. أوكي. أنا هكمل بالإضافة اللي حضرتك قلتيها، حضرتك بدأتي إنك تشرحي الـ Co-Space EDU.
احنا هنشرح النهارده ازاي نعمل لعبه تعليميه باستخدام كو سبيس اي دي يو، بحيث ان احنا ممكن نستخدمها لاي ماده بالشرط ماده معينه، لان طبعا هو موجود على الجاليري زي ما حضرتك شرحتي، متقسمه لاكتر من كاتيجوري واكتر من فئه. في حضرتك تلاقوا حاجات لو كتبتوا في السيرش حاجات كتيره مختلفه. لو حابين انتوا تشوفوا الحاجات اللي انا عاملاها على الكو سبيس اي دي يو فالسيرش بتاع الجاليري، هستاذنكم تكتبوا امنيه السيرش فوق، لان السيرش ده حضرتك ممكن تستخدمه بطريقتين، تعملوا سيرش عن موضوع معين او تعملوا سيرش باسم الشخص باسم الاكونت بتاعه. فدي افكار كتيرة كانت معمولة عليها، بس انا حابة ان احنا نعمل فكرة كده لعبة شبه اللعبة اللي كانت موجودة على الفيسبوك اللي هي لعبة المزرعة السعيدة. اللعبة دي كانت engaging، ناس كتيرة جدا وكانوا بيلعبوها. او نفكر ان اي لعبة بتكون متقسمة لحاجتين، في تاسك بتتعمل وعلى اساس التاسك دي او المهمة اللي بيعملها دي بيكون في ريورد او الجايزة. طب هو ده اللي احنا محتاجينه في اي لعبة تعليمية هنعملها. فهضغط على create co-space واختار 3D environment، هختار empty scene. هو بيعمل creating دلوقتي. الفكرة زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنجهز مجموعة من الاسئلة اللي الطالب المفروض هيجاوبها، وعلى اساس اجابة الطالب دي هيحصل على reward او جايزة. احنا عندنا هنا بيبقى متقسم الكو سبيس لاكتر من سين. احنا هنحتاج لاكتر من سين هنا بحيث ان هما هيكونوا الليفلز بتاعت اللعبة بتاعتنا. طب السين الاولاني هنا هنشوف الانفايرمنت المناسبة ليه ايه. فأنا زي ما انا قلت كده هنعمل فكرة مزرعة، فهنختار أرض خضراء. طبعا احنا ممكن نعمل الليفل بتاعنا على القمر مثلا في سبيس، أو ممكن نعملها في سيتي أو في بيت هو أو في البحر زي ما حضراتكم عايزين. كده أنا ضفت ال environment ومش هحتاج فلتر معين. إلا بقى لو انتوا عايزين تعملوا في الجيم دي تعملوا زي فيها فلاش باك. الكاميرا هنا عندي أنا عشان هبدأ أبني، أنا بحاول أنا أرجع بالكاميرا ورا. وأستاذن حضراتكم لو حضراتكم أي حاجة احنا هنحطها نحطها قدام الكاميرا بحيث إن نعمل كليك على بلاي تظهر لنا. هنشوف في اللايبر هنا الكاركترز المناسبة لينا، فأنا ممكن أختار هنا فارمر، حد يكون مناسب في الكاستيومز بتاعته الفارمر مثلا الشخص ده. هقول مثلا ده الفارمر بتاعي، يبقى أنا كده بدأت بأول كاركتر. لو أتأكد إن البوزيشن بتاعه موجود وتمام هعمل كليك على بلاي. هو كده واضح بالنسبة لي تمام. هدوس باك هنا وارجع تاني. طب الفارم بيبقى فيها ايه اساسا؟ بيبقى فيها البارن مثلا او الحظيرة اللي بتبقى موجودة، بيبقى موجود فيها زرع، بيبقى موجود فيها حيوانات. فلو احنا هنساعد الشخص ده بحيث ان احنا كل ما هيجاوب اجابة هيضاف له حاجة، فممكن نحط مثلا الحاجات اللي احنا محتاجين ان هو هيكسبها. فهندخل هنا على الانيمالز، سوري في السيرش الاول هختار بورن. دي اول حاجة هيحتاجها عنده. طيب بالنسبة للانيمالز لو شفنا في اللاند انيمالز ممكن يختار جوت او كاو first one. طبعا انا ممكن اجيب واحدة كمان من هنا، او ان انا اعمل لنفس الكاركتر دي اعمل لها دوبليكيت او اتنين. يبقى ده السؤال الاول. السؤال التاني ان انا مثلا محتاج ان هو يجيب لهم اكل، فاحتاج من نيتشرز مثلا جراس. هبتدي احط جراس هنا، جراس تاني ممكن اخليهم جروب. الجروب فكرته سهلة، ممكن حضراتكم من هنا بتعلموا عليهم شيفت سوري كنترول كنترول وبتختاروهم، وهقول له دلوقتي دول جروب يبقى كلهم بيبقى جروب واحد. ده مثلا الليفل الاول بتاعي. انا عايزه بقى لما هو بالظبط الشخص ده
لو جاوب الإجابة صح الحاجة دي تظهر له. هنعمل الموضوع ده إزاي؟ هعمل right click هنا على البورن ده من material واختار ال opacity بتاعته إن هي تبقى zero. شايفين؟ خلاص كده ما عادش مين. لكن لما باجي أحط أعمل hover بالماوس بتاعي عليه بيظهر لي هنا إن في حاجة. طبعا لو جيتوا هنا من ال items هتلاقوها موجودة view و hide. نفس الحاجة دي أنا هطبقها على إيه؟ على ال two cows برضو، على ال grass وكل حاجة. طب إحنا هنثبت بقى هنا برضو ال two cows دول، أنا هخليهم برضو group بحيث إن هو تبقى جايزة لي واحدة برضو. نختار control عشان نعمل select عليهم هما الاتنين وهقول له group. طبعا الجروب ده احنا ممكن نغير الاسم بتاعه واسمي هنا كاوز مثلا عشان ابقى عارفه ده جروب خاص بايه. الجروب تاني ده هسميه جراس، بدل ما يبقى اسمه جروب بس ومبقاش عارف الحاجه اللي جواه ايه. نفس الفكره هنا ماتيريال والاوباسيتي بتاعتهم زيرو، material والopacity zero. تمام، يعني هو كده رجع تاني الفورمر اللي عندي زي ما هو بالظبط وما حصلش فيه اي حاجه. عشان هبتدي استخدم كودنج بسيط هنا ونستخدم اللي هو كود بيز بلوكس اللي هي بتبقى عامله زي الميكانو او مكعبات بنحطها فوق بعض. فعلشان افعل الكودنج هنا في الجيم هاجي هنا ما عملنا عليه رايت كليك هنقول يوز انكود بلوكس. في عندنا شو نيم اللي هو outdoor senior man ممكن نغيرها واسميه farmer، مزارع، بيتكتب عربي English French اي لغة زي ما حضراتكم عايزين. فكده اسمه ظهر عليه label كده باسمه. هاي هنا من code، طبعا هم عاملين coding بثلاث طرق. الكو بلوكس اللي هي زي ما قلت حضراتكم زي مكعبات او ميكانو. عندي type script لو حد عارف ان هو ازاي يكتبها في جافا سكريبت، ولو عندك حضرتك طلبة تعلموا بايثون ممكن يستخدموا فيها البايثون. يبقى هي ممكن يعمل كودنج بثلاث طرق واسهل طريقة بيها اللي هي الكو بلوكس. هنا الايفنت هنا فوق بيقول لي when play is clicked، يعني اول ما هضغط على play هنا ايه اللي هيحصل؟ انا عايزة ادي اسم للعبة بتاعتي. طبعا هي الكودنج هنا متقسم transform actions events control operators item data function physics. انا ممكن افتح، طبعا هو كود الكود عاملينه بلون معين بيسهل عليا ان انا اعرف الكود فين. وممكن الطريقه الاسهل ان انا اعمل سيرش هنا، فما باجي اعمل سيرش باسم الكود او باسم الحاجه اللي انا عايز اعملها. يعني انا عايزه مثلا يبقى عندي تكست في الاول، فعمل لي هي show text panel ظهر لي هنا. التايتل بتاعي هنا ايه؟ فهقوله مثلا happy form التكست مثلا هكتب هنا مثلا solve puzzles مثلا او quizzes. get rewards Okay. طب بالنسبة للصورة، الصورة ممكن حضراتكم يكون في صورة عندكم على الديفايس بتاعكم ترفعوها، أو زي ما أستاذة أنس وريتنا إن إحنا ممكن نعمل سيرش على الصور هنا. فهكتب كلمة form وأشوف إيه اللي هيطلعهولي. اختار حضراتكم أي صورة مناسبة منها. أنا كده اخترت الصورة، هتبقى موجودة عندي في الأبلود بتاعتي أهي، بقت موجودة عندي. لما نيجي نفتح هنا هيجيب لي اسم الصورة الموجودة ونعمل play عشان حضراتكم تشوفوا أول حاجة احنا ضفناها ايه. يبقى احنا كده ضفنا اسم اللعبة، ال instructions أو تعليمات اللعبة ايه أو هنلعبها ازاي، وكمان صورة للعبة. طبعا الصورة دي كمان ممكن تضيفوها من على الجهاز بتاعكم. هرجع تاني ادوس باك ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. انا عايزه الراجل ده يتكلم الاول.
يقول لنا حاجة، فهنخلي الفورمر هنا نستخدم من actions set animations، ونخليه عندي طبعا التوكينج أو الكلام ليه حاجتين زي ما حضراتكم شايفين say hi على طول، ده معنى كده ان هو مش هيكون في حوار. لازم بيكون في حوار ان في شخص بيتكلم وبيقف في الكلام وحد تاني بيكمل الحوار، فدي مش هنحتاجها. احنا هنحتاج دي say hi اللي هو هيقول كلام، طبعا hi دي احنا بنغيرها for وعدد الثواني اللي هيقولها ايه. طب عشان الشخص ده يتكلم يبقى اول حاجة في الانيميشن هنا هختار talk، زي ما انتوا عايزين توك اكسايتد وهو متحمس ولا هو غضبان ولا نيوترال بيتكلم عادي، فخليه يتكلم عادي. ممكن قبليها اعمل دوبليكيت لنفس الكود ده، يعمل لنا مثلا ويفينج، مش هقول لنا الاول خالص. طب المسافة بين من الاتنين دول قد ايه؟ لو عايز بقى احدد مدة بين two codes انا ممكن استخدم الامر او الكود بتاع wait، بحيث ان انا ادي مسافة بين او ادي وقت فترة زمنية بين حاجتين. طبعا الفترة دي انا ممكن هنا اغيرها اخليها هنا two بدل one، مش عارفة هم هنك دلوقتي فيها it's okay. طب الكلام ده هيقول هاي مثلا، ايه الكلام اللي هو مفروض هاي مثلا هاي my name is Adam مثلا، call me to get form. فيري مثلا اسمي آدم ساعدني عشان أحصل على فورم. طب الكلام ده برضو هل الشخص يقدر يقراه في خلال ثانيتين؟ فعشان أحدد فعلا المدة تكون مناسبة فخليها هنا دي 4 ثواني، تمام، عشان أنا أتأكد إن الشخص فعلا هيقدر يقراها، الكلام مش هيعدي على طول كده. طب هو كده إحنا عاملين الكو سبيس ده كده مجرد إن الشخص بيشوف الحاجة بس، هو فيجوالينج. طب لو عايزين حاجة يكون فيها اوديو، او طبعا حضراتكم عارفين لما كل ما بنزود في الافكتس بيكون احسن طبعا للطالب ان هو بيشوف وبيسمع وبيعمل حاجة، يبقى انا كده خطبت كل الحواس بتاعته. فلو انا عايزة اضيف الصوت هنا ممكن اشجع الطلاب ان هم يسجلوا صوتهم على الجيم على الموبايل عادي من الريكوردر بتاع الموبايل ونرفعه هنا، او يسجل من على الكو سبيس نفسه. فهاجي هنا من أبلود، لو عندي الساوند تراكس دي ممكن أرفعها أو أسجل. فأنا هبتدي أسجل دلوقتي هالو ريكورد. هاي ماي نيم از آدم، بليز هيلب مي تو جيت ا فورم، وهسمي ده آدم 1. طبعا احنا ممكن نسمعه هنا عشان نتأكد من الصوت. أنا هشير أوديو مع حضراتكم، أوكي كده. Hi, my name is Adam. Please help me to get a form. لو أنا مش عاجبني ممكن أعمل ريكوردينج تاني. لو أنتوا حضراتكم تاخدوا بالكم إن الكلام أنا قلته في 6 ثواني، which means إن أنا لازم أرجع هنا تاني وأعدل في عدد الثواني هنا أخليهم 6. طب علشان الصوت ده يبقى ماشي مع الكلام بالظبط أنا هضيف هنا ساوند. لو حضرتك شايفين أنا مش يعني مش بدور على الحاجة، أنا بكتب اسمها وبتظهر لي وهقول له Adam 1. طب هنا بيقول لي wait until finished، يعني هل يستنى لحد ما الريكوردينج الصوت اللي أنا ده يشتغل وبعد كده ينفذ الأوردر اللي بعديه، ولا يستنى لما يخلص خالص تاني؟ لأن الحتة دي بتبقى مهمة عندنا. Wait until finished true or false. True معناها ان هو هيستنى اما الساوند او التراك اللي انا مسجلها ده يخلص خالص،
وبعد كده يشغل بقية الاوردرز، او يشغل الاوردرز يعني يبتدي اول الساوند ويشغل الاوردرز عادي اللي بعديها. وده اللي احنا عايزينه، ان احنا يكون في كلام، يعني انا هخليها كده اللي هو الانيميشن بتاع الكلام يظهر الاول، ان هو الشخص يبان شفايفه وهي بتتكلم، يبان ان هو بيتكلم الاول، وبعد كده هحط الساوند وبعديها يظهر الكلام. طبعا الساوند والكلام المفروض الاتنين هيظهروا مع بعض، لان انا قلت له هنا wait until finished false، يعني ابدأ بداية الريكوردينج او التسجيل بتاعي وشغل الكود اللي بعديه. هنجرب كده play. Sorry. My name is Adam. Please help me to get a form. يبقى هو كده شغل اتنين مع بعض. ممكن لو انا شايفة ان الكلام لسه محتاج ان هو يزيد شوية، فممكن ازوله 7 ثواني. تمام، يبقى احنا كده عملنا اول ستيب فيها، عملنا الكود دلوقتي اسم اللعبة ايه والشخصية هتطلب مني ايه. نبدأ بقى بأول سؤال هنضيفه ازاي. ممكن هنا اخلي اوكي الكويز، عندي هنا كود اسمه كويز، هبتدي اضيفه هنا. ركزوا بقى معايا في الكود اللي هو كويز. عادي لو في كود جه قبل كود احنا ممكن نرجعه تاني. هنا بيقول لي السؤال هو ايه، فانا هكتب اسم السؤال ميني. طبعا احنا لو احنا مجهزين الاسئله بناخدها بس كوبي بيست، مش محتاجين ان احنا نعمل لها تايبنج، وده بيكون الاسهل. وكمان الأفضل كمان إن احنا نشارك الطلاب ونخلي الطلاب هم اللي يعملوا الأسئلة دي. هو ده هو اللي ضاف الأسئلة وهو اللي دور على الإجابات بتاعتها، وكمان صوته موجود معانا في الجيم بتاعتنا. ده السؤال الأول، وهبتدي أحط الإجابات. نبتدي هنا مثلا 7 8. طب لو انا حابب اضيف كمان واحدة من هنا اقدر اضيف اكتر من answer 9. طب ايه الاجابة، انهي واحدة فيهم الصح، فبحدده الاجابة الصح ايه. فبيجي هنا بيديني اختيارين اتنين، لو الاجابة صح ايه اللي يحصل، ولو الاجابة غلط ايه اللي يحصل. فهنا هقول له لو الاجابة صح هكتب كلمة opacity واحطها هنا، وأقول له الإجابة صح خلي الأوباستي بتاعت البورن. معنى كده إن إحنا محتاجين إن البورن اللي عندنا نعمل لها أكتيفيت في الكوبلوكس. أجي في الكودينج دلوقتي هتظهر لي البورن، هيخلي الأوباستي بتاعي 100%. طب لو غلط، لو غلط ممكن نعمل حاجات كتيرة قوي. ممكن مثلا نديله رسالة مثلا نقول له try again text، زي هنا مثلا هكتب text تاني وأقول له كلمة title من هنا وأشيل كلمة text دي وأقول له try again later. في ناس مثلا ممكن تقولي لا اعملي end scene واقفل اللعب عليه خالص، لو جاوب غلط ما تحطلوش رسالة. طبعا ممكن نحط رسالة ونحط صورة sad face مثلا. ممكن نحط له هنا نقول له congratulations مثلا، او you have got هنا مثلا congratulations. You won a bar. ولو جاوب غلط ممكن اقول له try again later، ومثلا ممكن يكون end co space، يقفل عليك co space بعد ما طلع الرسالة دي. ده معناه ان هو لازم ايه
واحد تاني هو اللي يبتدي يلعب الجيم او هيبدأ الجيم من اول وجديد؟ نجرب كده ونعمل play. Hi, my name is Adam. Please help me to get a form. انا دلوقتي هجاوب الاجابه الصح عشان نشوف هيحصل ايه. اهو شايفين حدد عليها ان هي green وقال لي ان هي صح. Congratulations, you won a bar. والبار بقت موجودة. طب نجربها تاني، نعمل reset دلوقتي للجيم وهنحل دلوقتي المرة دي غلط. Hi, my name is Adam. Please help me to get a form. قالي دلوقتي ان هي غلط. Try again later. قفل الكود سبيس. طب عدد الكودز اللي احنا استخدمناه هنا زي ما حضراتكم شايفين قليل جدا. بنفس الكودز دي وبنفس الترتيب ده حضرتك ممكن تعملوا كوبي تاني للكود وتحط السؤال اللي بعديه فيظهر بقى المره دي. هخلي الجراس هنا دي او نخلي الكاوز الاول، المفروض نطلع الكاو الاول اهو. هنقول لها يوزنج كوبلكس ونعمل الاوبستي بتاعتها برضو نفس الحكايه هنا في الجراس. في طبعا الفكره بتاعت الفورم دي انتوا ممكن تزودوا فيها حاجات كتيره جدا، انيمالز وبيلدينجز. طيب وممكن نخليها سينز، يعني ده مثلا ده سين 1 وسين 1 ده هقول عليه ان هو ده ليفل 1 وممكن اخد منه كوبي. مش شرط ان انتوا تعملوا سين من الاول تاني، اقول له دوبليكيت واعدل فيه حاجات ويبقى هنا ده ليفل 2 وليفل 3 ويبقى الجيم بتاعتي ليها اكتر من الليفل. ونقدر نعمل لها شيرنج مع الطلاب، بدل برايفت ده هعمل لها شير والطالب ممكن ان هو يعمل فيها، او اخليها assignment للولاد زي ما استاذه انس ورتنا. من خلال الاساينمنتس ده ان كل الطلاب ممكن يكون assignment مشترك او individual، كل واحد بيعمله لوحده. شوف كل طالب هيضيف ايه في الكود سبيس، سواء كانت اسئله سواء كانت كودز سواء الفكرة بتاعته هيعملها ازاي. ممكن اوري حضراتكم في ولاد كانوا عاملينها على مثلا الكريسماس زي دي مثلا كده، في ولاد كان عاملها كريسماس وكان عامل زي باسورد والولاد ممكن يدخلوا من مكان لمكان. ففيها افكار كتيرة ممكن تتعمل. في مثلا زي سانتا كويز دي ممكن بيفتح علبة وفيها سؤال ولعبة وبيحل السؤال التاني بياخد لعبة تانية. فاستأذن حضراتكم عايزين اي حاجة دي من الجاليري اكتبوا كلمة امنية، هتلاقوا في افكار كتيرة الكو سبيسز انتوا ممكن تنفذوها سواء كانت على الميرجي كيو او في ار. في طالب عندي كان عامل هانتد هاوس او بيت الرعب وكان حاطط فيها اسئله وبيحلوا دي، يعني الكو سبيس ده يعني واخد نمبر فيوز عاليه جدا. ده واخد 13000 فيو ومعمول له 62 ريماكس. Welcome to MMC Prep Haunted House. Answer the questions to pass the levels and get the treasure chest. Rewrite the following sentence using the words in brackets. Number one, I know information about UFOs. Use piece. A, I know a piece of information about UFOs. B, I know piece of information about UFOs. I'm busy with the sea. I'm busy think of me. Make continents to be. I'm busy with the sea. Sit the sea is a or an? A.
the words that give the same meaning. Interesting, captivating, I am Dracula. Wages, salary, pay. A, income. B, fee. C. زي ما حضراتكم شفتوا لما جاوبت إجابة غلط قفل عليا الجيم خالص. طبعا انتوا ممكن تعملوها بأي أفكار ومساعدة لأي سؤال من حضراتكم. آخر حاجة بس كنت حابة أشير مع حضراتكم الكود بتاعي وهكتبه لحضراتكم في الشات. لو حد من حضراتكم عنده أي أسئلة أستاذة أنس. نعم أستاذة أمنية. تمام، هل في حد عنده أي أسئلة؟ إحنا متشكرين على هذا التقديم الرائع أستاذة أمنية. إذا في أسئلة من المشاركين يمكنكم رفع اليد وفتح المايك. في الشات ما فيش أسئلة على ما أظن. طبعا الأستاذة نبيلة وأستاذ هويدة تفضلي. الكود مش ظهره على الشاشة. اي أستاذة أمنية يمكن ان تعاودي تعملي شير على الكود بتاعك. اوكي حاضر. هي أستاذة أمنية ضفيته في الشات مش باين. يمكن زوم اوت. اوكي جريت. عندكم الفورمز بتاع الحضور موجود في الشات، يمكنكم تعمير الفورمز. الكود بتاع الأستاذة أمنية كتبته، يعني نزلت السكرين شوت وكتبته في الشات. إذا تحبوا إنكم تدخلوا على القسم اللي كنت اشتغلت عليه من بدري، هو مفتوح، في مقاعد موجودة فاضية، يمكنكم الالتحاق حتى بعد، يعني يمكن يعني مشاركتنا المسجز متاعكم ونبعث لكم إن شاء الله في الواتساب السكرين شوتس على الأشغال. إذا تحبوا تتحصلوا على شهادة حضور بالنسبة لهذه الحصة يمكنكم تعمير الفورمز رجاء. أستاذة هويدة، أستاذة نبيلة، هناك أسئلة؟ عندكم رفع يد، يمكنكم فتح المايك أو كتابة سؤال على الشات إذا في سؤال، أو إذا ما فيش يمكن إنزال اليد رجاء. طيب أنا بشكر الأستاذة أمنية على تلبية الدعوة وعلى تقديم الشرح الرائع. الشكر موصول لكل الحاضرين طبعا. إن شاء الله في. وأنا مبسوطة جدا أن أنا كنت معاك النهاردة وشكرا على دعوتك. شكرا ألف مرحب بيكي.